طالب لسه واللي بعد منه الشهيد صلاح وده بقى مش كان بيجرى علينا، واللي بعد منه عاجز ده انت صورتي، واللي اكبر منهم محبوس في الشيب غير بنياته عاجز كمان، فهو واخد 25 سنة. فأنا عاوزة من الرئيس السيسي يطلع لي ابني يجرى علينا بدل اللي هو استشهد. والله يكون مظلوم مظلوم معاه كم احتفار ولا ستة في القضية اللي هو فيه. فأنا عاوزة من السيسي ومديرية الأمن والمحافظ وكل اللي مسؤول في مصر بحاجة يشقى ويعمل لابني عفو ويطلعه يجرى علينا. نروح فين أنا الدول؟ معايا يجي 7 عيال ولا 8 صغيرين نمشي بهم ازاي ولا نعمل ايه؟ ده مين اللي يصرف عليهم اللي في الحضانة الصغير؟ وانا ودة الشهيد صلاح سعد. تحيا مصر، تحيا مصر. العظيم قاعد يعني يجري يمكن لسه 5 6 سنين وهو يجري معاه لحد تو ما عرفنا حاجه الا لما قال، وكل ما يجي يمشي يقول انا رايح ماموريه في الشغل، بس احنا ما عرفناش الشغل ايه. لما حصل اللي حصل عرفنا الماموريه دي كده مأمورية يعني هي عشان الوطن والشعب، وفي عارفين بقى ما تصير. هنقول ايه؟ انا هنقول حاجة غير اللي هو انعمله هو ابني؟ مش انا هنقول حاجة عن اللي عمله ابني؟ شوفوا اللي عمل ايه عندكم وانتوا اللي هتقولوا مش انا، عشان انتوا شايفين. محمد سعد ابو الشهيد صلاح سعد. صلاح عمل وطني يعني ما حدش عمله في الدين. واحنا سبنا عند الله شهيد. الجيش والشرطة وقلبي برد من ساعة ما السيسي خد بطار ابني وطار الشهداء كلنا. وانبسطت ونفسي ومن عيني نروح نزور الضابط اللي هم جابوه وشفته على صوت عيني بالتليفون. عشان يحكي لي على مشهود ابني ويقول لي ابني عمل ايه. نفسي ومن عيني ان هم يزنوني ويقولوا لي روحي زوري الضابط محمد ولا اللي هو جاي به معاه امبارح. محمد الحارس. نفسي ومن عيني نروح نزوره ونقعد قدامه ويحكي لي ان ابني عمل ايه.